السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تلعب الكرة سريعة، احمد قصي، احمد يوجين، احمد يتحرك، احمد ياتي تمريره ويول يول يول من خروج الحارس. خروج الحارس الكابتن هاشم الشرفة يلعب، سجل لعبها، يا سلام، اوه برافو. فرق 6 منتخبات في هذه المجموعة يتصارعون من اجل الحصول على بطاقتي الوصول الى الدور القادم، بالاضافه الى المركز. دفاع مباراه نهائي مبكر من البطوله. فيها ولكن هنا هدف ياتي، ولكن هنا فضه وثلاث بونزي. البحرين ثلاث ميداليات حققتها مرتين، ويا سلام عليك. 16 وتعال تعال مع الاجواء ودرجه الحراره، لكن هنا غليان في ارضيه ملعب. يا الله مهدي العبوعزيز، الله ابن كاظمة، اوه يوسف. التقدم لا زال اخضر، 19 مقابل 16، المؤشر اخضر. كرة على مستوى الجناح وهدف ياتي لما يتصدى، وهنا حسين فريج، حسن التريكي، حسن وحسين يلعب الى مين؟ الله على هذا الهدف. شوطت الكرة إلى ميثم أبو سرير، إشارة تحذير باللعب السلبي، والتصدي الحاضر الآن مهدي. أوهو عليك أن تعطيه الزوايا اللي أنت ترغب فيها ومن ثم تسكرها عليه، وبرافو على عكس لاعب صانع الألعاب، أخذ الزوايا الفراغ، دخول من الجناح، مرر، ضغط، واصل الكرة، ايوه هي ضاعت هذه الكرة، والمرمى فاضي، ارجع، رمي الى حسن فريج، خروج الجناح اليمين، وياتي لكن هناك التمريرات، يا سلام، الله برافو، العب هكذا، سجل، حلوه، جميله.